بالنسبة لصلاة التهجد إن شاء الله ستبدأ الليلة القادمة لينا، الليلة اللي بعدها يوم الجمعة ليلة السبت. إحنا تعودنا إن شاء الله أن نختم القرآن كل سنة، وبإذن الله لن نقطع عادتنا في هذه السنة. فقط الذي سيحدث مسألة تنظيم كما فعلنا في العام الماضي. غدا إن شاء الله أنا هقرأ من أول، واعلموا أنما غنمتم نفس الجزء، بداية الجزء العاشر نص سورة الأنفال إلى نقرأ شيء من سورة التوبة. ثم يأتي إخواننا في التهجد في نفس الليل يقرؤون بدءا من الموضع الذي وقفت أنا فيه في سورة التوبة. هنعطيهم قطعة من أول التوبة إلى قاف. يبقى من التوبة، من سورة التوبة إلى سورة قاف، سيتم قراءة هذه الجزئية من القرآن الكريم في صلاة التهجد مقسمة بين ليالين، ليلة 20 حتى ليلة 26. إن شاء الله ليلة 26 يكون وصلت الختام إلى سورة قاف، انتهت المقطوعية من إيه؟ التوبة إلى قاف. طب في التراويح الأولى إحنا هنقرأ من إيه؟ سنبدأ يوم الجمعة من الداريات أحسن. نقرأ كل يوم حزب كما اعتدنا، عشان اللي اتعود على صلاة الحزب لا يشعر بملل أو طول في الصلاة. فمن يوم الجمعة إن شاء الله، بدءاً من يوم الجمعة من صلاة العشاء والتراويح، سنبدأ قراءتنا في المحراب من سورة الداريات، اللي بيها إن شاء الله ليلة 27 إن شاء الله نختم القرآن جميعاً بإذن الله. أحيانا وأحياكم الله وأوفقنا وأوفقكم الله. فأردت التوضيح حتى لا يحدث لبس عند بعض إخواننا. أنا بلتزم بالحزب حتى ما بزودش، يعني النهاردة الحزب خلص في الركعة السابعة، في الركعة الثامنة أخذت آيات من سورة قاف عشان ما نلخبطش الناس اللي ماشية معانا بختمة وترتيب. فإن شاء الله غدا نقرأ زي ما إحنا، واعلموا أنما غنمتم، وبدءاً من يوم الجمعة نبدأ في صلاة التراويح من سورة إيه؟ الداريات. طيب، والتهجد سيكون من سورة التوبة إلى سورة قاف، مقسمة أيضا على الليالي. أسأل الله تعالى. تمام يا شيخ سعيد، دبنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الخلق وحبيب الحق، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك يا أرحم الراحمين. وبعد، أحبتي في الله، اليوم أحببت أكلمكم عن مناسبة، لأن هي حدثت في مثل هذه الأيام في شهر رمضان يوم 17، وكانت غزوة بدر طبعاً التي غيرت وجه التاريخ الإسلامي. دفعني وشجعني على ذلك أيضاً أن الآيات التي قرأناها من سورة الأنفال تتناول سورة أو تتناول غزوة بدر بشيء من التفصيل والدروس المستفادة والعبر وذلك. في البداية أحبتي في الله، أحب أن أبين لكم بعض أمور. الإسلام لم ينتشر أبداً بالسيف كما يقول أعداؤه، لم ينتشر الإسلام بالسيف، ولم يفرض على أحد أن يسلم كرها، ولكن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقال الله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. والله تبارك وتعالى لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحدا من المسلمين أن يجبر أحدا على الدخول في الإسلام، هذا يجب أن نعلمه جميعا. واحد يقول لي: طيب، والحروب اللي كانت في الدولة الإسلامية دي، يعني إحنا لو قرأنا أي كتاب سيرة سنجد أن السيرة في معظمها تتكلم عن حروب وعن غزوات وعن كذا وعن كذا، لم تكن هذه إلا دفاعا عن الإسلام، ولم يبدأ الإسلام بعدوان على أحد، ونتحدى أحدا يثبت هذا تاريخيا أو أي وسيلة للإثبات أن الإسلام بدأ واعتدى أو فعل مع أحد أو أغار على أحد دون ما يكون ثمة سبب. لا يوجد أبدا في الإسلام موقف مثل هذا. طيب، بالنسبة لغزوة بدر اللي احنا بنتكلم عنها، هذه كانت سنة 2 هجرية يوم الجمعة 17 من شهر رمضان، وتسمى غزوة بدر الكبرى،
وربنا سماها في القرآن يوم الفرقان. سماها إيه؟ يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. ليه يوم الفرقان؟ لأنه يوم فرق الله فيه بين الحق وبين الباطل. مسألة هذه الغزوة تحتاج منا لبعض يعني إيه وقفات معينة. أنا مش هحكي الناحية التاريخية للغزوة لأن دي أمور قد يعلمها الكثير منا، لكن دعونا نركز على بعض الدروس المستفادة. أولاً، كانت بين يدي تلك الغزوة إرهاصات. ما معنى إرهاصات؟ يعني نبوءات أو بوادر مبشرات. من ضمن هذه الإرهاصات أن السيدة أم الفضل زوجة العباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه رأت رؤيا منامية، وقيل أن التي رأت الرؤيا هي السيدة صفية بنت عبد المطلب. على أي حال، أن رأت رؤيا، خلينا نقول مثلا السيدة صفية على الأشهر، رأت كأن حجرا نزل في مكة فتفتت قطعا قطعا فلم يدع بيتا إلا دخل. وبعدين قالت إيه؟ قامت بالنهار فجاءت لأخيها العباس وشرحت له ما رأت. قالت إني قد رأيت البارحة كذا وكذا، فاكتم عنه، يعني لا تحدث بهذا الأمر أحد. سيدنا العباس راح كلم واحد صاحبه وقال له إن أختي صفية رأت كذا كذا، ولكن اكتم هذا الأمر. أي سر يتعدى اثنين يبقى ما شاء خلاص، إذا مر السر من اثنين لم يصبح سرا. فالشخص اللي سمع من سيدنا العباس نقل الرؤية، ودي طبعا لإرادة أرادها الله تعالى، فانتشر خبر الرؤيا في مكة كالنار في الهشيم، لحد الكلام ما وصل لأبو جهل. تعالى بقى أبو جهل بقى قال ألم يكفي آل عبد المطلب أن يتنبأ منهم رجل حتى نساؤهم تتنبأ؟ يعني مش كفاية واحد عمل نبي بقوله يعني صلى الله على سيدنا رسول الله، كأنما يستهزئ، حتى تأتي أيضا نساؤهم فيدعين أنهن تنبأن بأشياء. واللات والعز، لئن لم تصدق هذه الرؤية لنكتبن كتابا أن بني عبد المطلب هم أكذب بيت عرفته العرب. طيب، هو قال هذا وكاد يحدث صدام شديد بينه وبين سيدنا العباس على ما قال، أنه عرض بنساء بني عبد المطلب، وتلك معيرة وعيب كبير عند العرب أن تنال النساء بشيء من الإهانة ولا شيء في كلامك. فاتفق جميعا على أن يتركوا الأيام تثبت إما يحدث الذي رأته السيدة صفية أو يكون ما قال أبو جهل. فحدث فعلا، حدث الأمر. إيه الأمر بقى اللي حصل؟ صلوا على الحبيب. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حينما خرجوا من مكة، لما كانوا في مكة كان عندهم أموال ولا ليس عندهم؟ كل واحد على الأقل عنده البيت الذي يسكن فيه وعنده بعض المال، حتى إن بعضهم كان عنده ثراء كبير زي صهيب الرومي رضي الله عنه. صهيب كان من أغنياء مكة، وقالوا له أين تريد أن تذهب وهو مهاجر؟ قال أريد أن أهاجر إلى الله ورسوله. قالوا جئتنا من بلدك صعلوكا والآن أصبحت من أغنانا، فكيف تخرج بالأموال هذه؟ قال أرأيتم إن خليت بينكم وبين مالي أتتركوني أهاجر إلى الله ورسوله؟ قالوا له نعم. قال فهذا المال عندك، إيه رأيك لما هاجر لقى سيدنا النبي خلاص الإخبارات الإلهية بلغته؟ قابله وقال ربح البيع يا صهيب، ربح البيع أبا يحيى، انت بيعك رابح. طيب، هذا صهيب ترك ماله، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه ترك ماله، كل من هاجر من مكة إلى المدينة لم يخرج بشيء، وأهل المدينة جزاهم الله خيرا قابلوا إخوانهم مقابلة طيبة، حتى إن ربنا قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يعني أحدهم كان يؤثر على نفسه. شوف أقول لك مثال رائع، سعد بن الربيع
اسمع الاسم ده رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم خاوى بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، جعله أخوين. فسعد بن الربيع قال لعبد الرحمن بن عوف، قال يا أخي هذا بيتي، خذ نصفه واترك لي نصفه، وهذا مالي خذ كذا وأنا آخذ كذا، وهاتان زوجتي أطلق لك إحداهما فتوفي عدتها فتتزوجها. مرة كنت بشرح الحكاية دي، أم واحدة ست رفعت إيدها قالت لي ازاي يقول له اطلع لك واحده وتنفر ان هي مش راضيه. قلت لها ما كانش هيتجوزها لو مش راضيه. يا ستي ما تزعليش. قالت هي المراه ايه يعني؟ سلعه؟ ازاي يعزم عليه بزوجه يعطيها له وليست لها كيان؟ خلي بالك في ساعات تكون بتحكي حاجه انت ليس في راسك الحين فياتيك سؤال سبحان الله. فقلت لها لعله عرض عليها، لكن في كل حاجه يا ستي اني وايه هو لم يتزوجها. هو قال له بارك الله في دارك وبارك الله في زوجتيك وبارك الله في مالك، لكن فقط دلني على السوق. إذن خرجنا من هذا بأن جميع المسلمين والمسلمات خرجوا من مكة وليس عندهم أي شيء. إيه رأي حضرتك بقى كفار مكة جمعوا المال ده كله ووضعوه في تجارة حتى ينمونه فيحارب به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في الحالة دي المسلمون يسيبوهم يعملوا ده ولا يحاولوا يستردوا هذه الأموال؟ قول انت بقى المنطق يقول ماذا؟ يستردوها أم يتركوها؟ إذا كان عندهم وسيلة يبذلوا السبب ليستردوا الأموال أم يتركوا ما لهم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم طلعت القافلة دي بقيادة أبي سفيان بن حرب، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد بلغني أن مكة جمعت أموالكم التي تركتم لتتاجر بها فتحارب الإسلام، ولعل الله أن ينفلكموها، يعني أن تأخذوا هذه الأموال فتعوضوا بعض خسارتكم التي تركتوها. يجي بقى ده الإسلام يقول لك إيه؟ يقول لك النبي عليه السلام وأصحابه كانوا عصابة قطاع طريق يقطعون طرق القوافل التي فيها التجارة، وإحنا لازم نفهم الشبهات دي حول الإسلام عشان يطمئن قلبنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخرج معتدياً، ولكن خرج لاستعادة بعض ما ترك هو وأصحابه في مكة. طيب، وبعدين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جمع مجموعة معاه كان عددهم 314 وخرجوا ليلاحقوا تجارة أبي سفيان، وبعدين أبو سفيان عرف إن المسلمين خارجين له، ربنا اللي عرفه، لأن ربنا عايز حاجة تانية. إحنا قلنا امبارح إذا أراد الله شيئاً هيئ له الأسباب. طب أبو سفيان عرف منين إن في أثر للمسلمين؟ وجد بعراً أعزك الله اللي هي إخراج الجمل، ففته فوجد فيه التمر، قال آه ما دام فيه تمر يبقى الإبل دي معلوفة فين؟ في المدينة، إن ده طم أو دي بقايا تم، فعلم فغير طريقه. لكن قبل ما يغير الطريق كان قد أرسل إلى مكة يستنجدها. التجارة نجت وأبو سفيان عدى، ولكن مكة كانت قد خرجت بخيلها وخيلائها ورجالها منظر عدد كبير جدا يتراوح ما بين 950 إلى 1000، وخرجوا لإنقاذ التجارة. بعت لهم أبو سفيان قال إن التجارة قد نجت فارجعوا، فهموا بالرجوع، فأما أبو جهل قال لا وأيم الله لا نرجع حتى نبقى هنا فتقرع الطبول وترقص الجواري ونشرب الخمر ونقضي على محمد وأتباعه فتسمع بنا العرب فتهابنا. يا عم ارجع احسن. قال له يا سيدي انت بتحارب بمين؟ انت بتفكر ازاي؟ قال له فطبعا ربنا شبه الكلام ده وقال ايه؟ ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم ايه؟ بطرا وايه؟ ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط.
وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نقص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. أبو جهل أبى أن يرجع. النبي صلى الله عليه وسلم لقى نفسه ليس أمامه خيار. لو رجع بأصحابه إلى المدينة هيحصل إيه؟ سيلاحقهم هذا الجيش إلى عقر دارهم وتكون مأساة. أجل فليس أمامه شيء إلا أن يكمل المسيرة. فاستشار أصحابه فقالوا كلام طيب، طبعا إحنا هنجرد الحاجات دي، إحنا مش بصدد زي ما قلنا، لكن الموقف إيه والشاهد إيه؟ أنك أحيانا تريد وجهة فيريد الله وجهة أخرى، فخيار الله خير من خيارك. إذا أردت أن تختار فلا تحتار ودع الاختيار للواحد القهار. ربنا يقول للنبي إيه في الموقف ده؟ يقول إيه؟ وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لك، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرم. أنتوا خارجين لشيء ولكن أراد الله غير ذلك، فإذا أراد الله لك شيئا فسلم لأمره وقضائه، فإن الخير فيما أراده الله. واحد يقول إيه؟ أنا إيه اللي خلاني أعمل كذا؟ أنا إيه اللي خلاني جيت هنا؟ أنا إيه اللي وداني مش عارف فين؟ سيدنا النبي علمنا، قال لا يقل أحدكم لو أني فعلت كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن قولوا قدر الله وما شاء فعل. وفي ناس تانية قالوا لا بلاش قدر، قولوا قدر الله وما شاء فعل. ليه يا جماعة؟ راس لما تقول قدر كأن قدر إيه؟ في وقتها والقدر ده شيء أزلي، يبقى قولوا أحسن قدر الله وما شاء. ماشي يا عم زي بعض، أنا بقولها بنيتي وبقلبي. يبقى على أي حال أن يقول العبد المؤمن قدر، قدر الله وما شاء فعل. طيب النبي صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه ولقى بقى حرب لا يعني لا محيص عنها، يعني لا مهرب عنها، وكان النصر للمسلمين وللمؤمنين بفضل الله على أعدائهم، وقتل من مكة صناديد الكفر وانتصر المسلمون، وكانت هذه بداية عهد جديد، حتى إن البدريين قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم، من البدريين؟ الذين شهدوا بدرا، قال لعل الله اطلع إلى قلوبهم فقال افعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. طيب بعد ما انتهت المعركة وبدأت الغنائم تأتي، حصل شيء من النزاع على الغنائم. أحياناً يا أخي أقول لك شيء، أحياناً يعمل الناس في الضيق بمجهود أفضل ما يعملون في السعة ما لم يوجه. يعني إيه؟ يعني ساعات تلاقي خصوصا المسلمين، يعني إلى ما رحم الله، لما تبقى ظروفنا ضيقة يحصل لنا إيه؟ نبقى قريبين كده من الله، كويسين، قلبنا رهيف، بنحب بعض. لما الدنيا توسع شوية يحصل إيه؟ نبتدي بقى الله المستعان نتعالى على بعض، تحصل بينا شحناء. ده إلا ما رحم الله. المسلم العاقل يركز في الظروف دي، لأن سبحان الله قال بعضهم ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فما صبرنا. يعني في ناس تصبر على الظروف الضيقة ولا تصبر على الساعة. ازاي؟ ايه معنى الكلام ده؟ يعني هو الإسلام بيدعونا ان احنا نبقى فقر ونبقى دايما في ضنك وضيق؟ لا والله يعني ما هذا، لكن المسألة ايه؟ أن نحضر أنفسنا وقلوبنا عند السعة، لأن سعة الدنيا بتقسي القلب، فيحتاج الإنسان أن يرتب قلبه بين المرة والأخرى، وما يخليش الدنيا تأخذه ولا تضحك عليه ولا تفتنه بجوهرها، ولكن عليه أن يرجع. ده درس استفدناه. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وهم الجيل الأول لما فتحت عليهم الدنيا في الأنفال بتاعت الغنائم، يعني اللي هي بتاعت بدر، فتعاركوا عليهم، فربنا قال لهم ايه؟ يسألونك زي ما سمعنا عن الأنفال، كل الأنفال ايه؟
لله ومش مالكمش حاجه. فاتقوا الله واصلحوا، انتوا بس صالح بعض وخليكم مع بعض كويسين، وكونوا مع بعضكم البعض اخوانا. انت عارف حضرتك مشكله المسلمين ايه؟ ربنا ينصر الاسلام والمسلمين يا رب. مشكلتنا احنا كمسلمين عندنا استعداد قوي للعراك مع بعض، مع ان نستحمل الغير قوي حتى على مستوى الدول. تلاقي دول تدينا على دماغنا ونحترمها ونقول دي دوله صديقه. لو جت دوله بقى مسلمه ولا حاجه وقالت كلمه في حق دوله ثانيه، اول حاجه نعملها ايه؟ قطيعه، ابعت السفير وهات السفير اللي هناك. ورجاله قوي على بعض، اسد علي وفي الحروب نعمت. مع ان ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ سبحانه وتعالى قال اذله على المؤمنين، اعزه على الكافرين. تبص تلاقينا سبحان الله حتى هنا انا ليا راي وده ليه راي وده مش عارف ايه. ابسط كلمه نروح عاملين ايه؟ ينسلخ بعضنا من بعض الا ما رحم الله. والمسائل دي اي فرقه معها الضعف، صح ولا لا؟ تعرف الراجل الحكيم اللي جاب ولاده لما كان بيحتضر وبعدين اداله خطبه واحده كده قال اكسرها، فالولد مسكها ايه؟ كسرها. قال له خد اثنين، كسرها. جمع له حزمه حطب وربطها فلم يستطع، فقال له الاتحاد ايه؟ قوه. جه واحد بقى حب يقلد الحكمه دي، الراجل بيموت، جاب حطب كسر، قال يا ابني اكسر دي، كسرها. اداله اثنين قال له كسرهما، كسرهم. عطاله حزمه كسرها، بص له كده قال والله طول ما البخل ده معاك انا مش خايف عليك. ما دام هذا معكم الشاهد يعني ان الاجتماع والاتحاد يكون فيه القوه. حصل ان المسلمين تفرقوا على اشياء، فربنا قال لهم ايه؟ فاتقوا الله وايه؟ واصلحوا ذات بينكم. وايه كمان؟ واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين. طب مين هم المؤمنين يا رب؟ ربنا يجعلنا منهم. انما المؤمنون اسمع الذين اذا ذكر الله ايه؟ وجدت. الوجب من الهيبه والوقار والرحمه. واذا تليت عليهم اياته ايه؟ زادتهم. اما يسمع القران كده يحصل له ايه؟ الايمان بتاعه يزيد. وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة وإيه كمان؟ ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق. يبقى دول المؤمنين حق ربنا يجعلنا منهم. حد يقول لي الله طب وربنا قال الأنفال لله ورسوله. أيوه لما نلاقي عركة على الدنيا يقوم ناخد نبعد الدنيا وبعد ما نصالح بعض نقسمها بقى في الدنيا. طب ربنا قسم لهم الانفال تاني. ايوه يا اخي واعلموا انما غنمتم من شيء فايه؟ فان لله خمسه وللرسول وللذي القربى. يبقى الايه الاولى نحت عنهم ان يكون لهم اي ملكيه حتى اصطلحوا فيما بينهم، فنزلت ايه تقسيم الارزاق بان 20% من الغنيمه دي لله وللرسول، لله والرسول تروح لسيدنا النبي، وسيدنا النبي كان بيعمل بيها ايه؟ صلى الله عليه وسلم، ما كانش بيخلي منها حاجه. إن في ناس يقول لك إيه؟ النبي عاش فقير ومات فقير. أنا معترض على ده، لأن سيدنا النبي كان غني وكان عنده خير كثير، لكنه كان يخرجه سخي كريم. ولذلك لما نيجي نشوف رسول الله بالزهد، هل يوصف أحد بالزهد وهو لا يملك؟ أنا لما أكون ما عنديش وبضطر إن أنا إيه؟ اما اروح افطر اروح عند البتاع ده اجيب لي سندوتش هوت دوج، وبعدين كل يوم اكل، يقول لي انت بتفطر ايه كل يوم؟ اقول له بفطر البتاع ده. ليه؟ اقول له اصل انا زاهد. ابقى زاهد لما يبقى معايا اجيب كنتاكي وما اجيبش واروح اجيب ده. انما ما دام معيش وبضطر ان افعل ذلك اضطرارا فانا لست اذا زاهدا. فلما نوصف سيدنا النبي بالزهد فرسول الله ملك ولكنه ذهب. فهذا درس. ربنا قال فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين. اخر حته عشان ما تناموش مني في الدروس المستفاده، ان الذين كفروا بيعملوا ينفقون
المال من ربنا، بس ربنا سماه مالهم عشان يحصرهم عليه. قال إن الذين كفروا ينفقون إيه؟ أموالهم ليه؟ ليصدوا عن سبيل الله، وبعدين فسينفقونها، ربنا حيوفقهم إن هم ينفقوها، لكن لن يوفقهم لنتيجة إنفاقها، ثم تكون عليهم حسرة، ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه فوق بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. فيا أحبابنا، هذه ذكرى غزوة بدر، كانت سنة 2 من الهجرة، يوم 17 يوم جمعة، انتصر الإسلام فيها على الشرك. فأنا لما نلاقي الكلام ده نستبشر إن إن شاء الله دولنا الإسلامية قادمة إلى النصر بإذن الله. نحن نستبشر بهذه الأيام وندعو الله كما نصر المسلمين وهم قلة أن ينصر إخواننا في سوريا وفي اليمن وفي ليبيا وفي السودان وفي العراق وفي كل بقعة يذكر فيها اسم الله الواحد الأحد. وإحنا مش شغلنا قضية فلسطين دي في قلوبنا، نسأل الله تعالى أن يحرر المسجد الأقصى وأن ينصر المسلمين في فلسطين وفي غيرها من البلدان وفي كل مكان، وأن يعيد علينا ذكرى بدر ونحن جميعا بالخير والصحة والعافية. أحبابي في الله، العشر الأواخر قربت، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عنه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد رسول الله مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليلة. إيه شد مئزره؟ يعني كناية عن التشميل والجد. طب وسيدنا الذي كان فيه ليلة من الليالي لم يكن نشطا فيها، حاشاه صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، ولكن المعنى أنه كان في هذه العشر يزيد ويضاعف ما كان يفعل من عباده. اللي يقدر اللي يقدر أنا بقول ياخد أجازة، يبقى ربنا يكرمه لو خلى أجازته في الأيام دي وتفرغ للطاعة والعبادة. الذي لا يستطيع ربنا يوفقه ويعينه ويحاول حتى هو في عمله يذكر الله ويجتهد أن يفعل أي شيء من الخيرات ويجي لنا في أيام الويك إند، صحيح ولا لا؟ يستطيع أن يأتي في مثل هذه الأيام، يوم الجمعة، يوم السبت، يوم الحد كمان، إن شاء الله ربنا يوفقه. وعلى فكرة الاعتكاف سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشترط أن يكون الاعتكاف 10 أيام أو أيام بأكملها، ممكن مثلا تيجي في فطار فأنت ناوي تيجي تفطر، فمن أول ما تخش المسجد قبل الإفطار تنوي الإفطار، تنوي الاعتكاف، تفطر وتصلي وتقوم مثلا التراويح الأولى وتقوم الليل وكذا، وإن شاء الله في هذا المكان ربنا يبارك فيه ويكرمه بيكم بجهودكم، إن شاء الله سيعلو وسيسلم لما تتضافر الجهود مع بعض، وكل واحد فينا يبقى إيجابي ويحاول أن يساعد من ناحيته. حد بيقول لي طب ده يتسمى مسجد ما دام خصصناه للصلاة اسمه مسجد، فيجوز فيه الاعتكاف وله ما للمسجد من آداب، لأن كلمة مسجد اسم مكان من السجود وهو ما خصص للسجود والصلاة، فهذا يسمى أيضا مسجد. نرجو الله القبول وجزاكم الله خيرا، وآسف إن كنت قد أطلت عليكم. في الغد إن شاء الله لنا لقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.